وينو ابني؟ ابني ابني مو هون، ما بعرف وينو. قولي لي وينو ابنك على السريع. لك ما بعرف وينو، والله ما بعرف وينو، والله. حاولي اصبري تذكري، بدي اياه لابنك هلا، وينو؟ صدقني ما بعرف وينو، صدقني. قولي لي وينو، لانه باخذك مشوار سياحه وسفر، ما حدا بيعرف وين انت. ها؟ والله ماني قدرانة، مش لاقي ما بعرف ويني، والله ماني قدرانة، يا ربي ما فينا. شهرين بس حاستهم سنتين، ماني مصدقة انت تجي نايا الصغيرة وشوف شكلها كيف. وأنا هيك جعبالي شوف بتشبهني ولا بتشبهك؟ يا رب ما تطلع بتشبهك. بالله على أساس أنت طول حبلك شفتي حدا غيري؟ إيه بكرة بس تسافري بشوف ألف حدا غيرك. إيه بس أنا ما رح سافر، ما رح سافر غير لحتى تقومي بالسلامة. ومين قالك إنه أنا ما رح خليكي تسافري يعني؟ رح أقبل؟ طبعاً لا. حبيبتي أنت طول عمرك بتحلمي بيوم عرسك وبشهر عسلك، هلا كرمالي رح تلغي الشهر عسل؟ لا 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 ابدا انا ما بقبل، ما حذرتي. ومين قالك انه انا رح الغي؟ انا رح اجل بس وقت بتطمن عليكي انك صرتي منيحه بسافر، غير هيك لا. الله يخلي لي اياكي. ليلي 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 يلا ماما نايا. انا ما شفت عروس بتنام لهلا بيوم عرسي، قومي. جا اليوم كثير بسرعه، عم فكر اهرب. شو؟ انت عم تفكري تهربي؟ يا حبيبتي يلي لازم يهرب هو هذا المسكين ايهم مو انت. ايه والله.
كنت دايما اتمنى افرح معك وفيكي. كنت اتخيلك احلى عروس. نايا طلعتي احلى مما تخيلت بكتير. مبروك حبيبتي. الله يبارك فيكي. يلا انا رح اروح اجهز قبل ما تجي السياره، اوكي؟ ماشي. لسه ما لبستي لهلا؟ ما بدقتلي عم تستعجلنا يلا؟ نايا روحي انتي. كيف يعني روح انا؟ حبيبتي انا صابني مغص خفيف، حكيت مع الدكتوره قالت لي خدي دواء وارتاحي شوي، هلا بصير روح المغص بلبس وبلحقك فورا. طيب بركي صار معك شيء؟ شو بده يصير معي يعني؟ حبيبتي انتي العروس ما بصير تتاخري، يعني العريس ناطرك والعالم ناطرتك، خلص يلا روحي. طيب اي شيء بصير معك بتحاكيني. ما راح يصير معي شيء لا تخافي. يلا كرمالي. خلص عم لك هلا بلحقك. اي شيء بصير معك بتحاكيني، فهماني؟ طيب يلا ديري بالك على حالك. ما تعكي هم يلا حبيبتي. نايا حبيبتي أنا كتير آسفة، ما رح أقدر أكون معك اليوم، أنا رايحة على المشفى. شو؟ طب ليكي أنا راجعة إيه؟ أوعى أوعى تجيني وتعمليها اليوم عرسك. طب ليكي احكي مع مهند ينزل معك. طيب طيب هلا بحكي معه. أوكي. انتي مجنونة؟ انتي شو عم تعملي هون؟ ما كان فيني اتركك لحالك. إذا انتي ما فيك تكوني معي بأهم يوم بحياتي أنا بكون معك. نايا انتي أختي اللي ما ولدت أمي. شدي حالك إيه؟ لا تخافي أنا معك. يا رب يا رب. يا أهلين والله بالأستاذ مهنا. طولت علينا الغيبة ما؟ وين السيدي؟ شيك عليه. يعني كان لازم تأخرنا كل التأخير. أخرت حالك وأخرتنا وعذبت حالك وعذبتنا معك، وبالاخير ما بصير غير اللي احنا بدنا اياه. يعني
الله يرحمها ست الوالدة، دعت لك كتير كتير، والهي بتحبك كتير كانت. من دعاها أنا عرفت، بس على قد ما دعت لك قبل ما تموت. على فكرة بعت لك يا سفرة مدللة على الفيرست كلاس، الله وكيلك. وعلى فكرة عجزت لك نفس السفرة على الفيرست كلاس. سلامة. أنا وصلت المعلومات للأمن وصار كل شيء عندهم. كنت بتمنى أكون جنبك، ما رح أنسى شو عملتي معي وقديش وقفتي جنبي وأنقذتي حياتي. بتمنى لك السعادة، بس لازم قلك أني أنا حبيتك، حبيتك عن جد. حسيت قديش بقدر أكون أنا وياكي نشبه بعض، بنقدر نعمل عائلة. كنت بتمنى أكون جنبك بهذا الوقت، بس ما قدرت. الحمد لله على سلامتك. سلامتك مدام. شو حابين سموها للأمورة؟ نايا. نايا مهند عفو. مهند. تجوزيني؟ مبروك يا عروس. والله